الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عليه فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقاط. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تلشوي جستي بيت شكنا تان وانت مالي وانت كتب تان شوي شرمندگی یہ وقت سوتے